على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. مساء الفل والهنا والسعادة وكل حاجة حلوة، أو صباح الفل والهنا والسعادة وكل حاجة حلوة في الدنيا على أحلى مشاهدين في الدنيا. إحنا دلوقتي هنعمله عشوة حلوة قوي قوي خفيفة، ممكن تعمليها غدا ممكن تعمليها فطار، بس انا يعني فطار مرجحش، يعني الكبدة ممكن تبقى غدا او عشاء، وفي ناس بتحبها فطار، بس الفطار بنحب تبقى الحاجة خفيفة. طبعا الكبدة جميلة جدا جدا، وفي ناس بتعملها بكذا طريقة، بس يعني الطريقة المظبوطة اللي هتطلع معاكي حلوة جدا ما فيهاش زفارة، احلى من المحلات، من اللي بتشميها بريحة جميلة بره في المحلات، مش هتبقى زفرة معاكي، هتبقى طرية وطعمها حلو جدا جدا ومستوية في منتهى الجمال. بس في خطوات وتكات في الكبدة، لو اتنزلتي عن حاجة فيها مش بتنفع، يعني مثلا اهم حاجة فيها الكمون، الليمون، الخل، الثوم، الفلفل المدقوق او فلفل مقطعاه شرايح، اي حاجه من دول، ثوم، كمون، ليمون، فلفل، ممكن تستغني عن الفلفل، في ناس ما بتحبش الحاجه الحراقه، بس اهم حاجه الثوم، الكمون، الليمون، الخل. هتحطي يعني هتتبعي الخطوات دي هتطلع معاكي الكبده ريحتها حلوه جدا جدا، وهتجيب لاخر الدنيا وهتدوقي طعمها حلو قوي. طبعا اولا الكبده مش بتتغسل، اوعي تغسلي الكبده، مجرد ان انت تجيبيها متقطعه او تقطعيها حتت صغيره وتصفيها في مصفى من الدم بتاعها، ما تغسلهاش، تتصفى فقط لا غير. يلا بينا بقى على البوتاجاز كده ونشوف هنتبع ايه عشان تطلع معانا الكبده جميله جدا. هنا اتنقلنا على البوتاجاز، طبعا لازم تكون الطاسة سخنة، انا ولعت على الزيت بس كنت موطياه شوية لغاية ما اقولك المعلومات اللي انتي تتبعيها بالظبط عشان تطلع معاكي الكبدة حلوة جدا. طبعا ما تحطيش الكبدة، طبعا الزيت هي بتتعمل بزيت، ما تحطيش الكبدة والطاسة باردة، لازم تكون الطاسة سخنة عشان الكبدة بتاعتي ما تنزلش ميتها. الكبده نزلت ميتها هتبقى ناشفه معاكي، هتبقى مجلده، هيبقى طعمها مش حلو. يعني لازم الخطوه الثانيه ان تكوب بعض الحاجات اللي انا قلت لكم عليها، طبعا توابل قرفه حاجات من دي لا، هو مجرد ثوم، كمون، فلفل فقط لا غير. الخل، طبعا الخل هاخد منه معلقتين، فهنا سخنت معايا الطاسه، سخنت معايا حلوه قوي. انزل بقى بالكبده بتاعتي، طبعا زي ما قلت لك الكبده مش بتتغسل، اتغسلت يبقى كده خلاص اتظبطت، يعني لازم تسمعي الطاسه دي عشان تضمني ان الزيت سخن معايا اهو بالشكل ده كده. ابدا بقى على النار بالطريقه دي، مش هتنزل ميتها خالص، نستحمل التلتاشة دي بس كده. دي الطريقة الصح، لازم يكون الزيت سخن جدا، طبعا اقلب بالراحة كده عشان ايه ما نزلش من درجة حرارة الزيت، وعلي النار. طبعا هنا مجرد ان هي هتديني اللون الابيض بتاعها ده، هاجي نازله بالتوابل، مش تستوى لا، تغير لونها بس، يعني الخطوات دي مهمه جدا جدا عشان تطلعي احلى كبده معاكي. طبعا احنا هنا في اسكندريه مشهورين بالكبده الاسكندراني، في المطاعم بتبقى فيه عربيات نظيفه جدا جدا بتعملها بنفس الطريقه دي، احنا طريقتنا مش بنغيرها، محطش عليها طماطم اطلاقا، اي سوائل طبعا غير الليمون بيعمل بيزفرها بيخليها زفره معاكي. وطبعا اهم حاجه ان انت تشتريها من جزار يكون نظيف. انا كده هبدا انزل بالتوابل بتاعتي، مش توابل لا، الثوم والفلفل زي ما اتفقنا ما بيحطلهاش اي نوع من التوابل،
قلع الكمون، معلقة كمون حلوة كده كبيرة، وأبدأ أقلب. الملح هحطه لما تبدأ تدخل في السوا. طبعا حبيتش تحطش فلفل يعني اكتر من كده، انا هجيب قرن تاني واخرطه، لان الفلفل بيديله طعم حلو قوي. ابدا اخرط كده قرنين فلفل، بيديها يعني لازم الكبده ما تتاكلش الا وهي حاميه بصراحه، يعني لو مش حاميه هتحسي طعمها مختلف، والكبده ما بتاخدش سوا يعني ما بتاخدش سوا على النار. طبعا اهي الزيت باين، ما نزلتش ميتها ليه؟ لاني حطاها والزيت بتاعي سخن. الحته جميله جدا جدا، مجرد اللي هي نزلت الفلفل والثوم والكمون، فلفل ثوم كمون فقط لا غير، توابل تانيه لا. اعمليها بالطريقه دي وان شاء الله هتطلع معاكي حلوه جدا جدا، ولا اتخرطي لها طماطم ولا حاجه خالص. ما تنسينيش بقى تدعميني بلايك وتفعيل جرس كده عشان يوصلك كل جديد باذن الله. اي حاجه جديده انزلها توصل لك، يجي لك اشعار بيها. وربنا يخليكوا على الكومنتات الجميله الحلوه اللي من احلى ايد كده اللي بتوصلي. كده انا هبدا انزل بالملح، معلقه ملح مش كبيره، لاني انا هحط عليها ليمون، فالحاجة لما ملحها يكون قليل تقدري تحدقيها، اما لو كتير دي بقى تبقى مشكلة. وفي حاجة تانية احب اقولها لك، لو اي حاجة الملح كتر معاكي فيها شريحة بطاطس نية تحطيها وتقلبيها وتمتص الملح الزيادة. كده ابتدت قربت تخش في السوا، هنزل بقى بمعلقتين الخل كده، الخل ده بيديها طعم جميل جدا جدا. ما احطش الخل الا لما تبدا تخش في السوا. طبعا الزيت بتاعي ما فيش ميه نزلت فيه خالص من الكبده. الطريقه دي ريحتها جميله جدا جدا، الطريقه دي هتطلع معاكي الكبده حلوه، وما تزوديش السوى فيها، مجرد ان هي خلاص قربت تخش في السوى. نشوف حتة كده محتاجة ملح ولا لأ. محتاجة حاجات بسيطة جدا وحامية مش هتشطة. طبعا الحامي مع البرد بقى بيعمل تيست عادي. شامبوني عندي برد بردانة، عشان كده صوتي متغير شوية، معلش سامحوني. حاجات بسيطة كده من الملح. طبعا انا بلاقي ناس كتير يعني سندوتش من الكبدة ما بيبقاش فيه كتير، بس بيخرطوا فلفل اكتر من كده بكتير عشان يبان ان السندوتش مليان. لا، انت لو جبتي نص كيلو ممكن تعملي منه كريم ساندوتش، وهتبقى الطريقه جميله جدا جدا. وانت عارفه الكبده جايباها يعني مصدرها منين، اما اللي بتتباع في المطاعم دي الله اعلم. وفي مطاعم فخمه جدا جدا بتبقى طعم الكبده فيها زي اللي بعملها بالظبط، زي بتاعه البيت، بيبقى بنفس التيست الجميل كده. يعني احنا ما ناخدوش الوحش مع الحلو، لا، في مطاعم بتبقى حلوه جدا. فانسي لو جبتيها هي كده خلاص دخلت في السوا، تقلبتين كده وهبدا اطفي عليها عشان ما تنشفش معايا، عشان لما بتستوى زياده عن اللزوم كده خلاص بقى انا هطفيها عليها. نبدا ايه نقدمها، لما بتستوى زياده عن اللزوم بتبصي تلاقيها جلدت معاكي، فهي كده خلاص. هنا خلاص حطيتها في الطبق بتاعي. طبعا لازم يتعصر الليمون وهي سخنة اهو بالشكل ده كده، اهم حاجة الليمون بس
هي دي طريقة الكبدة، سهلة وبسيطة وجميلة جدا جدا. يا رب طريقتي في الكبدة تعجبكم. طبعا اللي حابب بقى يحرش كده عنده القدرة على الحميان، ياكل الفلفل الحراق ده. بس هي الطريقة دي جميلة جدا بجد. يا رب طريقتي في الكبدة تعجبكم، ان شاء الله هتعمليها بالطريقة دي وهتعجبك جدا جدا. ما تنسينيش بقى في اللايك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء في الفيديو القادم بإذن الله. مع ألف مليون سلام.